سي رضوان، بغينا نتكلموا على الجمعيه ديالكم وكيفاش جات الفكره ديال تاسيس هذه الجمعيه. هو في الحقيقه الفكر ديال التاسيس ديال الجمعيه ما كانتش ولدت اليوم، كانت يعني بعد واحد سنوات من التجربه في العمل الجمعوي. كانت البدايه ديالو منذ سنه 2002 2003 بالضبط، انطلقت من ثانويه بنمسك اللي هاد الثانويه اللي ولدات بزاف ديال يعني السياسيين، فنانين كبار، رياضيين كبار، واقتنحت انا واحد الشاب صغير في هذاك الوقت اللي حتى انا الحمد لله حاولت نشق طريق ديالي في العمل الجمعوي عن طريق اول جمعيه سميتها اللي كان كل لها الاحترام الكبير، اللي هي جمعيه الاحياء ادماج تحت رئاسه واحد السيد اللي كنشكره بزاف وعنده واحد الفضل كبير عليا، اللي هو السيد بوبكر مازوز اللي كنوجه ليه التحيه من هذا المنبر. وبالتالي كنا واحد المجموعه ديال الشباب اللي كنا كنقوموا باعمال اجتماعيه خصوصا في يعني الاماكن اللي كتكون مهمشه فقيره فيها اطفال محتاجين او شباب محتاجين دعم عن طريق شباب وحدين اخرين في نفس السن ديالهم باش نكونوا على الاقل قدوه لهم ونحاولوا نبينوا لهم بان الحياه راه فيها امل وفيها بزاف ديال الحوايج زوينين كيف ما وصلنا لهم حنايا حتى هما يقدروا يوصلوا لهم. فعلا تبارك الله عليكم. نعم، ما كناش نتكلموا اكثر على الاهداف ديال الجمعيه ديالكم وشنو اللي بغيتوا توصلوا له من خلال هذا العمل الجمعوي. نعم، هو الاهداف ديال الجمعيه ديالنا اهداف نبيله بالدرجه الاولى. نعم. يعني كيف ما قلت في الاول ان الجمعيه ديالنا من بعد واحد سنوات ديال العمل الجمعوي تكونت في جمعيه الاحياء ادماج، من بعد كان خصني ندير واحد البريك باش ندير التكوين ديالي الشخصي الذاتي ونشق طريق ديالي الشخصيه، من بعد كان خصني نعاود نرجع ثاني للعمل الجمعوي وناسس جمعيه اللي سميتها جمعيه الطائر الطنان. الاسم تيظهر شيئا ما غريب لانه فيما كنتلاقاو في شي محفل او شي لقاء مباشره كيبادر الذهن ديالهم ان الجمعيه هذه عندها علاقه بالطيور ولا يعني بهذا يعني هذا هو انا اولهم. اذا هذا الاسم هذا خديناه واسسنا على قبل الجمعيه ديالنا لان عنده واحد كاين واحد الاسطوره، وهذه الاسطوره هذه فيها واحد المبدا جميل جدا، مبدا انساني، مبدا ديال التعاون وديال التشارك، اللي كتقول الاسطوره ان شعلات النار في واحد الغابه وجميع الحيوانات اللي كانوا في هذيك الغابه نادوا هربوا الا هذا الطائر الطنان. هذا الطائر يعني ما كيتعداش الطول ديالو 5 سنتيمترات، هو الطائر الوحيد اللي كيبقى ثابت في السماء باش كيمتص الرحيق ديال الازهار، عنده واحد المنقار صغير وناض هو الوحيد كيدعي دوك الحيوانات تيقول لهم اجي نتعاونوا نديروا يد في يد ونطفيوا العافيه ونجيبوا يعني الماء من النهر ونطفيوا هذيك العافيه هذه. هذو الحيوانات الاخرين بداو كيتهكموا عليه، يعني حتى دوك الحيوانات اللي عندهم يعني قدره كبيره باش يحملوا كميه كبيره ديال الماء ما استطاعوش، يعني بقاو كيتهكموا عليه اللي هو المجتمع اللي هو بزاف ديال الاشياء. قالوا لي انت طائر صغير شحال ديال الماء غادي تهزوا المنقار ديالك صغير. قال لهم غادي جو في ما بار، قال لهم غادي ندير داكشي اللي قديت عليه. طيور الطنانه الاخرى سمعوا هذا الكلام ديالو هذا وقالوا لي حتى حنا غادي نديروا داكشي اللي قدينا عليه وناضوا تعاونوا داروا يد في يد ومشاو حملوا الماء ومشاو لديك البلاصه اللي فيها النار وحاولوا وطفاوها وتشكلت بحال نوع ديال الشتاء وطفات هذيك النار هذيك وبالتالي عامت الحياه من جديد في هذيك الغابه. تبارك الله عليكم. وفعلا كما كيقولوا نقطه بنقطه كتحمل الواد ويد وحده ما كتصفقش، يعني الا درنا يدينا مع بعضياتنا فاكيد غنقدروا نمشيو لقدام. بغيت دائما نبقى في الجمعيه ديالكم. نعم. بغينا نعرفوا المجالات اللي كتشتغل عليها الجمعيه ديالكم. هو المجال ديال الجمعيه ديالنا جمعيه الطائر الطنان هو المجال تكويني تدريبي بدرجه الاولى. في البدايه كانت يعني مساعده عينيه انسانيه، ولكن لقينا راسنا صراحه باش نقولها بصراحه لقينا راسنا داكشي ماشي ديالنا ما تنعرفوش ليه. كاينين جمعيات مختصه في المساعده الانسانيه، قلنا حنا كاين واحد النقص كبير في التكوين ديال الوليدات الصغار وديال الشباب في المغرب، قلنا علاش ما ناخذوش على عاتقنا هذا المجال هذا ديال التكوين والتدريب باش نكونوا كيف ما قلت قبيله على اساس قدوه، لان فاش كتحاور شاب يعني في العمر ديالك او صغر منك بشي شويه كي الرساله كتكون واضحه وكتوصل بسهوله وبسلاسه لهذوك الشباب الاخرين. وكانت البدايه ديالنا بطبيعه الحال في مدينه الدار البيضاء بالضبط في مركز حمايه الطفوله عبد السلام بناني اللي كانوا فتحوا لنا الباب اللي فيه البنيتات مراهقات كيعانيو بزاف ديال المشاكل يعني في الحياه ديالهم الاجتماعيه. واستطعنا ندخل عندهم وندير لهم دورات تكوينيه في تقنيه التواصل، في الخطابه والالقاء، في الثقه بالنفس،
فتدبير الوقت، تدبير النزاعات، يعني دوك الاشياء اللي كنفتقدوها يعني صراحه في التعليم، ولكن حنا كنحاول ما امكن ندمجوها بموازاه مع داكشي اللي كيتعلموا ليه. يعني هادو مهارات اللي يقدروا يعاونوهم في الحياه الشخصيه ديالهم، كذلك حتى في الحياه العمليه ديالهم. تحيه لكم. نعم، تبارك الله عليكم، وتحيه لجميع الجمعيات اللي كتشتغل دائما بواحد الجديه وبواحد الاهداف اللي مرسومه واضحه وباينه. نبغيو نتعرفوا ايضا على البرامج ولا التظاهرات اللي نظمتوها الى يومنا هذا. الجمعيه ديالنا تاسست بالضبط في 2016، 6 دجنبر 2016. من طرف اطر في الهندسه المعلوماتيه، لاننا انا مهندس في الهندسه المعلوماتيه في واحد الشركه عالميه، ومعايا اطر وحدين اخرين اللي خدامين في نفس الشركه، ولكن في نفس الوقت كان مشينا تلقينا تكوين يعني محترف باش الرساله ديالنا تكون اول كما قلت قبيله نبيله وتكون واضحه، ويكون حتى الواقع يكون ايجابي على الناس اللي غادي يتلقاو هذا النوع ديال الدورات التكوينيه. وبالتالي خدينا هذا المسار هذا باش نوصل واحد الرساله ديالنا حنا كأطر للشباب والوليدات الصغار في جميع انحاء المغرب، لان حنا جمعيه وطنيه وكنمشيو لمناطق بعيده جدا في المغرب، يعني كنكونوا كنعملوا السيمانه كامله يعني من الاثنين حتى للجمعه، الجمعه بالليل كنشدوا الطريق، كنصبحوا واحد 700 كيلومتر ولا 900 كيلومتر، مؤخرا يلاه درنا 800 كيلومتر في واحد المنطقه في الاطلس، ودرنا واحد البرنامج متكامل كان رائع جدا اللي كنطمحوا ليه ان شاء الله، اللي هو سميناه برنامج بيلوت، اللي هو برنامج 3 ديمونسيون بيب، اللي هو بارون انفون اي بروفيسور، هو واحد البرنامج ثلاثي الابعاد اللي كنحاولوا من خلاله نخلقوا واحد الرابط ما بين الوليدات او لا التلاميذ الاساتذه ديالهم وكذلك الاباء ديالهم، لان كنعرفوا بان كاين واحد المشكل كبير ديال لا كومونيكاسيون او ديال التواصل الفعال ما بين هاد الثلاثه ديال الفئات اللي هما الاساس ديال المجتمع. فعلا، او غنبغيو نزيدو نتعرفوا اكثر على هذا البرنامج هذا وكيفاش كتشتغلوا عليه، ولكن قبل بغينا نتعرفوا على الاعمال ديالكم هذه المره من خلال هذه الصور مشاهدينا، ونعاودوا نرجعوا. مشاهدينا من خلال هذه الصور تعرفنا على بعض الاعمال ديال الجمعيه اللي مستضفينها اليوم، وغنبغيو نزيدو ندخلو في تفاصيل اكثر، وانا اللي عجبني وبغيت نسلط عليه الضوء اكثر هو هذا البرنامج اللي تكلمتي لنا عليه، بغيتك تزيد تقربنا منه اكثر. هذا البرنامج هذا برنامج ثلاثي الابعاد بيب، يعني بارون انفون اي بروفيسور، قمنا بواحد التجربه العام اللي فات، وفي الحقيقه كنا متخوفين، يعني كاي فكره كتبغي تبداها اي مشروع كيكون واحد التخوف شيء طبيعي، ولكن خدينا واحد المؤسسه التعليميه قلنا ارانا نجربوا هذا العمل هذا، الى نجح ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاولوا نعمموه في المغرب المؤسسات كاملين. درنا البروجي بيلوت في هذه المؤسسه التعليميه هذه، وصدقوني ان الاكل ديالو اعطى. بدينا مع 8 الصباح، مع 6 العشيه بداو كيوردونا اتصالات من عند الاباء ومن عند الوليدات ومن عند الاساتذه، والحمد لله وصل واحد الصدى جميل جدا، لان خرجنا من داك الاطار التعليمي الكلاسيكي القديم اللي تنعرفوا، وهبطنا عند دوك الوليدات وخرجنا منهم شي حويجات اللي هما يعني مسبقا عندهم، كيبقاو غير بعض نوركوا على هذوك البطونات باش يعني يخرجوا هذوك المواهب، لا في طريقه الكلام لا في المشاريع لا في الافكار، لان حتى الاساتذه ديالهم والاباء ديالهم انبهروا ملي شافوا يعني التلميذ ولا الطفل ديالهم كيهضر بطلاقه مرتاح نفسيا، ما كاينش الخجل، ما كاينش بزاف ديال الاشياء. ونفس الشيء كان بطبيعه الحال مع الاساتذه. درنا واحد البرنامج اللي سميتو لا كومونيكاسيون نون فيولونت او لا التواصل اللا عنيف ولا اللا عنفي مع الاساتذه، وكذلك برنامج على تحليل المعاملات.
اللي من خلاله كنحاولوا نبسطوا الامور باش الشخص البالغ ولا الشخص الكبير باللغه ديالنا المغربيه يحاول يفهم الطرف الاخر اللي هو داك الصغير كيف تنقولوا حنايا ونفهموه ونحاولوا نفكوا الشفره ديال داك الكلام اللي كيقول الافكار ديالو حتى الحركات ديال الجسد ديالو فين شنو كيبغي يقول به. شنو هما بالضبط المتدخلين اللي كيكونوا معكم ولا شنو هما الورشات اللي كديروهم باش توصلوا لهذا الاوبجيكتيف ديالكم؟ هو الورشات كيكونوا بالتوازي باش كنكونوا يعني اكثر فاعليه. مثلا انا كنشد مثلا واحد المجموعه ديال الاطفال نعم وكنخدم معاهم تقنيه التواصل وفن الخطابه والالقاء والثقه بالنفس والرياده ويعني وكيفيه الحضور والوقوف وكذا وهذا. الاخوان اللي معايا كذلك واحد كيخدم مع الاساتذه نفس يعني نفس البرنامج مع الاساتذه. الشخص الاخر كيخدم حتى هو مباشره مع الاساتذه في نفس الوقت. نعم داكشي علاش الواقع تيكون ايجابي يعني بالدرجه الاولى يعني في وقت وجيز جدا. تبارك الله عليكم الصراحه هذا المجهود هذا كبير ويعني كيعطي الفخوي ديالو او الثمار ديالو هذيك الساعه. بما اننا حنايا في الشهر ديال رمضان الكريم وكيف ما كنعرفوا حنا شعب معطاء لا ماديا ولا معنويا، نبغيو نعرفوا نتوما اشنو البرامج ديالكم خلال هذا الشهر هذا. هو كتعرفوا بلي المغاربه حنا يعني الشعب الاول في التضامن وبطبيعه الحال ما خصناش نساو التضامن ونتضامنوا مع حتى الناس لا المحتاجين لا الناس اللي يعني المعوزين اللي كيوجدوا صعوبات في يعني في رمضان يعني هذا كنحاولوا ما امكن ضروري كل رمضان كنديروا واحد البرنامج اللي كنمشيو كنزوروا يعني دوك المؤسسات اللي ديال حمايه الطفوله اللي كاين في لا في الدار البيضاء ولا خارج الدار البيضاء. يعني البرنامج بدا تقريبا هذه عامين وضروري كنمشيو كنزوروا هاد المؤسسات هادو وكنديروا واحد كنجمعوا من عند الناس بحالنا اللي كيبغيو الخير للبلاد اللي عزيز عليهم الخير والمساعده ديال الطرف الاخر وتمغربيت الحقيقيه ديال المغاربه وكنجمعوا واحد القدر ديال المال اولا مساعدات عينيه مثلا مواد غذائيه بطبيعه الحال وكنمشيو كنديروا واحد الفطور مع دوك الوليدات ودوك البنيتات في دوك المراكز ديال حمايه الطفوله وكندوزوا اجواء رائعه من المرح من بعد يعني الصيام ديال اليوم كامل وكنكونوا يعني كنكونوا حنا في العمل وفاش كنساليو ضروري خصنا يعني نمشيو عند هذوك الوليدات ونشطوا معاهم ونضحكوا معاهم ونخرجوا ونحاولوا نخفوا عليهم دوك المعاناه اللي كيعانيو بها ونتقاسموا معاهم حتى حنايا الاحاسيس ديالنا وكنقول لهم بان حنا رحنا معاكم ورحنا هذوما المغاربه. تبارك الله عليكم والحمد لله ملي كاين شباب اليوم في المغرب بحالكم وبحال مجموعه من الجمعيات الاخرى اللي كيحاولوا جاهدين كيف ما قلتي كيف ما الطائر الطنان اللي كل واحد بلا باغ ديالو كيحاول انه يعاون باش نوصلوا الحمد لله ونحاولوا نبدلوا من المستوى العيشي ديالنا في هذا البلاد ديالنا اللي عزيز علينا بزاف وكاملين كنتقاتلوا وكنخدموا غير باش نديفلوبيوها. شكرا لك بزاف.